يعلن اليوم عن تشكيل تحالف سياسي برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة ويتحرك في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده إلى الدولة ليعبر عن مواكبة مخلصة للتحولات المتلاحقة الحاصلة في البلاد. واحدة من مشكلات العملية السياسية بعد 2003 إلى اليوم هي مشكلة عدم وجود تحالف سياسي داعم لرئيس الوزراء. أعتقد لو تشكلت تحالفات داعمة إلى توجهات الحكومة وبرنامجها، وطبعا هي ستكون مدافعة عن الحكومة، تدعم البرنامج، تؤيد هذا البرنامج يعني من خلال التصويت، يعني من خلال الضغط البرلماني، يعني يستطيع رئيس الحكومة أيضا يمرر قراراته بسهولة، وبنفس الوقت يعني حتى لا تكون تستغل القوى الأخرى مصالحها لابتزاز رئيس الوزراء. بدأت التحالفات في الآونة الأخيرة تظهر على الساحة السياسية العراقية، وبالذات تحالف الذي أجراه السيد عمار الحكيم في الآونة الأخيرة لعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي. هذه التحالفات أولا لدعم حكومة السيد الكاظمي، لدعم الإصلاحات، لدعم القانون في الدولة العراقية، لأنه الفترة السابقة شهدت الساحة السياسية العديد من التوترات والتجاذبات والتنافر بين القوى السياسية.